اللهم ارحمني بترك معاصيك أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وأن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، واستعمل به بدني، وأعني عليه إنه لا يعين عليه إلا أنت.